بالامس يمكن استعرضنا تكريم مهم جدا من مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب لقطاع كره اليد سواء فريق الرجال او فريق السيدات. الانجازات اللي اتحققت في قطاع كره اليد وفي النشاط الرياضي بشكل عام اكيد يعني كان لازم يكون في تكريم ويكون في حضور مهم وكلمه مهمه من الكابتن محمود الخطيب لرجال وسيدات النادي الاهلي في كافه الاصعده وكافه الالعاب اللي حققوا انجازات تاريخيه خلال هذا الموسم. وزي ما قلت لحضراتكم هذا الموسم مش هقول موسم استثنائي لان الموسم الماضي كان موسم استثنائي، لكن احنا بنعيش ايام استثنائيه بصراحه في الفتره الاخيره مع انجازات النادي الاهلي في الالعاب الجماعيه او حتى في لعبه كره القدم. لكن عايز اتكلم كمان النهارده على سيدات السله. وسيدات السله يمكن حققوا انجاز كبير جدا في الفتره الاخيره، يمكن انا تابعت عدد من المباريات والانجازات اللي اتحققت في الفتره الاخيره لما كانوا بيلعبوا سبورتنج او حتى بيلعبوا سموحه وفي مباريات اخرى على حساب الزمالك. ويمكن شايفين اهو الكابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات السله في النادي الاهلي والتكريم وباقي افراد الجهاز الفني والمعاون وتكريم الكابتن محمود الخطيب، وشايفين بقى الدروع والكاس والانجازات اللي اتحققت خلال هذا الموسم. وشيء طيب جدا على مدار موسم 2023 2024 والصور اللي احنا شايفينها بالانجازات اللي اتحققت لكل بطوله، درع الدوري، بطولة الكاس، انت بتتكلم كمان على بطولة المنطقة، يعني انجازات بصراحة رائعة جدا وجهد مبذول من كافة المسؤولين بداية من رأس الهرم مجلس إدارة النادي الأهلي، مرورا بقطاع النشاط الرياضي والكابتن خالد العوضي، مرورا كمان بأفراد الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات في كافة الألعاب الجماعية سواء الطايرة، السلة، اليد، يعني انجازات رائعة جدا. وتحديدا كمان سيدات السلة النهاردة احنا بنشوف اهو تكريم لكل افراد الجهاز الفني وكل اللاعبات اللي موجودين زي ما انتم شايفينهم طبعا على الشاشه، وصوره تذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. طيب في كلمه مهمه جدا من الكابتن محمود الخطيب، تعالوا نسمع ونشوف الكابتن قال ايه للجهاز الفني ولاعبات النادي الاهلي لكره السله، لان كمان لسه عندنا تكريم اخر وانجاز اخر هنتكلم عليه ولكن بعد كلمه الكابتن محمود الخطيب. الحقيقه احنا سعداء بيكم النهارده واحنا بنتشرف بيكم ان احنا نقعد معاكم. عندنا مجموعه ما شاء الله من اللاعبات على مستوى عالي جدا وشخصيات كلهم شخصيات حقيقه تنم عن النادي الاهلي وعن شخصيه النادي الاهلي. معاكم جهاز ما شاء الله كفاءه عاليه جدا، ويمكن ملاحظتنا احنا او انا ان انا قعدت بتفرج يعني عليكم حاسس ان في زي هارموني كده بين الجهاز وبين الحمد لله لعبتنا يعني. كابتن طارق كمان هو الحقيقه يمكن مش عايز اكبره، مش عايز اقول والدكم بس اخوكم الكبير يعني ليكم وللجهاز. ابن من اولاد النادي اللي الحقيقه اتربى في النادي فعارف كل لحظة ممكن يقضيها في النادي يقضيها ازاي ويقضيها لإضافة تاريخ ومجد. طالما نقدر نعمل كده انتوا مجموعة من اللاعبات الحمد لله على مستوى عالي جدا وتملكوا امكانيات كبيرة جدا والنادي بتاعكم بيملك امكانيات كبيرة، جهازكم مستوى يعني مستوى الاول الموجود في مصر وكمان برضه بيملك امكانيات بشريه وامكانيات فكريه غير الامور الفنيه كمان يعني. فاحنا كمنظومه اعتقد ان هي منظومه مؤهله للنجاح. ومؤهله للنجاح الكامل. مش مؤهله للنجاح الحمد لله انا خدت كده من الكابتن خالد العوضي قلت له اديني بس السنه دي عملنا ايه؟ كويس، فلقيت ان احنا الحمد لله كاس مصر بطوله منطقه القاهره اعتقد ان دي تبقى فرق القاهره بس، كاس السوبر المصري، دوري السوبر، وخسرنا الدوري المرتبط طلعنا المركز الثاني. اوكي سنه كويسه الحمد لله لكن مش كامله وانتوا تقدروا تبقى السنه بالنسبه لكم كامله. تركيزكم إصراركم التزامكم بالأمور الفنية علاقتكم أنتوا ببعض كمجموعة
دي عناصر نجاح تقدروا تعملوا ده. اذا كان راح في النهايه بطوله انا زعلان عشانكم، لان البطوله دي كانت ممكن تكتب في التاريخ كل واحده فيكم. الحمد لله سنه طيبه زي ما قلتوا جيده، بس احنا كنا ممكن تبقى جيده تبقى ممتازه يعني. الحمد لله على كل شيء. طب احنا بقى هنعيش على المكسب اللي فات والسنه اللي فاتت، ولا هننسى ده وهنفكر في السنه الجديده؟ لو انتوا عشتوا على المكسب الحالي هتخسروا، لازم تفهموا الكلام ده كويس. ولا انتوا تستحقوا ده، ولا جمهوركم يستحق ده، ولا ناديكم يستحق ده. فلازم ننسى اللي فات ده، ما سبق ده خلاص انتهينا منه، واحنا قاعدين عشان نشكركم ونقول لكم مبروك. وكمان أو نوصي او كمان بس نلمس كده، السنه الجايه سنه صعبه صعبه، لان انتوا ابطال. صعب مش صعب على الغير، مش صعب على اللي مش بطل، مش صعب عليه انه عادي، لكن البطل دايما هو ده الاستمرار كبطل، هو ده الصعوبة. تاني بشكركم جدا لأدائكم، بشكركم جدا لالتزامكم، لإصراركم، لروحكم، لعلاقتكم ببعض، لأن أنا شايف الأولاد حتى اللي ما لعبوش، ودي يمكن حاجة فنية، فرحتهم أكتر من اللعب. هو ده المكسب يا شباب، هو ده المكسب بتاعنا. زي ما انتم شايفين يمكن صور مبهجه كده من مقر النادي بالجزيره، وفي تكريم لفريق الانسات لكره السله على الانجاز اللي اتحقق، والكابتن محمود الخطيب بيتكلم على صعوبه الانجازات دي ازاي بتتحقق، وعشان تحافظ على الانجاز ده اكيد بيتطلب منك مجهود شاق ومجهود اكبر للحفاظ على الانجاز اللي انت حققته. فالحفاظ على الانجازات دي اكيد بيتطلب مجهود كبير جدا وشغل شاق جدا، ولكن هي دي دايما مدرسه النادي الاهلي، ودي دايما يعني الاجواء داخل النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي دايما بتبقى حريصه ان دايما الاهلي يكون رقم واحد، وفي متابعه لكل مباراه ولكل بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها.